أقيم حفل توزيع جوائز السينما العربية هذا الأسبوع بحضور عدد كبير من نجمات مصر والوطن العربي واللي تألقوا بإطلالات أنيقة على الريد كاربت. كاميرا الجولة الفنية حضرت الحفل وقابلت عدد كبير منهم كلمونا عن شعورهم بالتكريم. مهرجان محترم والحقيقة من أول يوم، والمهرجان من السنة اللي فاتت والمهرجان كان معمول بمستوى حلو ومستوى يعني مشرف، ويعني يا رب بتمنى له النجاح من سنة لسنة يا رب ويتطور أكتر وأكتر من كده. يعني مبسوطة جدا وهكرم حد النهاردة، ده اللي أنا عرفته يعني كده. معرفش مين حد هيكسب جايزة. طبعا اي حاجه تخص السينما دايما انا بحب ابقى البي الدعوه، لانه دايما بنقول ان السينما هي الشغف وانطلاقه بتاعتي. ده بالمبدا الاول يعني اللي خلاني ابقى موجوده في ايفنت يخص السينما النهارده، ومبروك مقدما لكل النجوم والزملاء اللي هيتكرموا النهارده. السنه دي اكيد مختلفه عن السنه اللي فاتت تماما واحلى، والاورجنايزيشن شيء يفرح، والناس النجوم كتير النهارده، ويا رب يجعلها بداية حلوة قوي لأحسن اللي جاي إن شاء الله. أنا موجودة لتاني سنة ومبسوطة قوي إن أنا موجودة في الأوسكار. المرة دي هكون بشارك بتسليم جايزة، ببارك لكل المبدعين وكل الفائزين بالجوائز إن شاء الله. سعيدة هقدم جايزة لحد من زمايلي بس مش عارفة مين هما. مبسوطة أصلا بالمهرجان، مبسوطة موجودة على ريد كاربت مع كل زمايلي وكل النجوم الجمال النجوم دول بصراحة، وحاجة مشرفة. مبسوطة إني موجودة النهاردة وفيلمي مرشح ضمن أهم 5 أفلام السنة دي. والله أنا جاية النهاردة بيقولوا يعني إن أنا هقدم جايزة المفروض بس فيعني مبسوطة لأن أول مرة أحضر ACA، فا اكسايتد بصراحة إن أنا أخش أشوف جوه هيحصل إيه كده. أنا مبسوطة جدا بوجودي ومبسوطة أكتر إن فيلم اشتباك مرشح لجايزة، وأتمنى إن هو يفوز الجايزة، ولو لأ سعيدة إن إحنا موجودين. كمان تم تكريم عدد من نجوم وصناع الدراما والمطربين وكان لينا معهم هذه اللقاءات. الحدث زي ما أنت شايف تنظيم مبهر. في مجهود جامد معمول في التنظيم، بداية من الدعوات بالتنظيم بالريد كاربت باللي هيحصل جوه ان شاء الله بالضيوف. شايف الشياكة بتاعت كل الناس، شايف عبير صبري وشياكتها وحلاوتها. بنفتقد كنا للتنظيمات المبهرة دي، بنفتقد كنا اللي بيحصل في المهرجانات العالمية ان الفنانين هم اللي يسلموا الجوائز لزمايلهم اللي بيستلموا الجائزة. يعني انا سعيد جدا بهذا التكريم، وده اعظم حاجة في العالم، يعني الفنان يتلقى هذا التكريم طبعا شيء لا يسوي اي حاجه في العالم. النهارده بنشارك بـ3 افلام بيتنافسوا على احسن فيلم وعدد من الجوائز، منهم قبل زحمه الصيف للاستاذ الراحل محمد خان اخر افلامه، هبتة واشتباك. فسعيد بالمشاركه دي واتمنى الفوز لكل الناس اللي تستاهل تفوز من كل الافلام ان شاء الله. شرف ليا ان انا نافس في جائزه احسن ممثل كوميدي، وهي حاجه حلوه جدا منهم السنه دي ان هم عاملين جائزه لاحسن ممثل كوميدي، ان الممثلين الكوميدي دايما مظلومين في الحته دي ومحتاجين حد يشجعهم دايما، لان الكوميدي دايما اصعب من التمثيل العادي ودايما مهمل في الحته دي. هو في طبعا الكوميدي في الايرادات دايما بيبقى كده، بس في حته التشجيع الناس والمهرجانات كده بيبقى مش موجود. يعني المهرجان هو رساله للي بره مصر، ان مصر امان يا جماعه وفيها مهرجانات وفيها فنانين بيجوا، ورساله لكل اللي بره، تعالوا مصر تعالوا.